ونناقش أبرز طبعا احتمالات قرارات الفدرالي الأمريكي بالإضافة إلى مجموعة البيانات الأخرى في الاقتصادات العالمية مع ضيفنا السيد رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا رائد. بالدرجة الأولى ننتظر يعني بعد استحقاق خطاب جيروم باول الأخير ننتظر بيانات الوظائف الأمريكية والتي يتوقع أنها ستكون الفيصل في تحديد قرار الفدرالي في اجتماعه القادم في 22 من هذا الشهر، فكيف تتوقع للقرار أن يكون؟ حقيقة رولا، يعني في دراسة دقيقة لقطاع الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن لا ننكر أنه هناك متوقع أن ندخل في ضعف أكبر في هذا القطاع، وأيضا يعني تم التنبيه إلى ذلك من قبل صناع السياسة النقدية أنه يجب أن يكون هناك تباطؤ، لأنه يتم استهداف هذا القطاع بطريقة أو غير مباشرة نقول من خلال تشديد السياسة النقدية راح يبدأ عندي ارتفاع معدلات البطالة. ولكن ما ننسى أنه أي عمليات للتسريح فانه بيكون في عندنا النوتس بيريد تبعها ما بين شهرين الى 3 اشهر، بالتالي ذلك يؤخر نوعا ما ظهور النتائج امام الفيدرالي الامريكي، وبالتالي اي تسريحات كانت في جانيوري ممكن نشوفها بنهايه مارس وهكذا بالفتره القادمه. اعتقد موجه التسريحات القويه هي ضربت خلال الشهر الحالي، وهذا يتطلب ممكن شهرين إلى الأمام حتى نشوف ضعف في سوق العمل. بترجمة ذلك على البيانات التي صدرت حتى الآن من سوق العمل الأمريكي، أنه كنا شفنا حتى الآن هناك الدعم لأنه القراءات الاقتصادية تأتي إيجابية أو بالنسبة للوظائف، شفنا القطاع الخاص عم بيضيف بشكل أكبر، شفنا طلبات الإعانة لا تزال نوعا ما منخفضة، وهذه هي التي سوف نرى نتائجها بعد شهرين من الآن أو 3 أشهر. بالتالي حتى الآن المقومات لا تزال موجودة أمام الفدرالي الأمريكي ليشدد السياسة النقدية بشكل أكبر، لأنه عم بيشوف سوق العمل جدا قوي وطلبات الإعانة جدا قوية والوظائف في القطاع الخاص جدا قوية، فهذا يعطي حافز إضافي لتشديد أكبر في السياسة النقدية في الفترة القادمة لتحقيق تراجع حقيقي في التضخم. نعم رائد، يعني تابعنا من ضمن تصريحات أيضا وشهادة جيروم باول فيما يتعلق بالفائدة بأنها ستكون أكبر وستكون بوتيرة أسرع أيضا، هذا الملفت كان في خطابه. برأيك ووصول أيضا معدلات الفائدة قد تصل لما فوق 5.5%، إلى أي مدى هذا الأمر فعلا قد يتحقق؟ حقيقة من احتمالية جدا ضعيفة نسبيا أن يكون عندنا رفع 50 نقطة أساس، ارتفعت في نفس اليوم الذي تحدث فيه جيروم باول من 10% إلى 45% احتمالية الرفع ب 50 نقطة أساس. هذا يضعنا أمام سيناريوهات عديدة، سيناريوهات مرتبطة بتغيير الدوت بلوت أو منحنى أو توقعات رفعات أسعار الفائدة في الفترة القادمة. وأكد جيروم باول أنه أسعار الفائدة ممكن تصل إلى سقف أعلى من المتوقع، هذا يضعنا أمام احتمالية كبيرة أنه عملية التشديد في السياسة النقدية قد تكون ب 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم، ومن ثم 25 نقطة أساس مرة أخرى تليها رفعة أخرى، حتى مستبعدين أن يكون أي تبطيء في عملية التشديد السياسة النقدية أو إيقاف في رفعات أسعار الفائدة حتى الربع الثاني. ذلك يضعنا أمام احتمالية أنه يكون في عنا نوعا ما ما يسمى بالهارد لاندينج أو الهبوط العنيف في الاقتصاد، لأنه الأسواق تراجعت بحدة، المعادن إجمالا انخفضت بشكل كبير جدا، وهذا يغذي حقيقة أنه يكون في عنا رفعة بخمسين نقطة أساس. حتى الآن الفيدرالي يرى أن التضخم المستهدف عند 2% بعيد ويجب الوصول إليه في وقت قريب جدا، بالتالي ممكن يسرع الخطوات وأعزز حتى أنا احتمالية الرفع القادمة أن تكون 50 نقطة أساس وليس 25. طيب رائد، أيضا من الأمور التي حصلت عقب خطاب جيروم باول كان منحنى العائد للسندات، يعني هو منعكس وتزداد الفجوة بين سندات العامين لعشر سنوات، تقريبا وصلت الفجوة لواحد في المئة، فإذا جاءت أسعار الفائدة أو وصلت لمستويات 5%، هل هنالك خطر من دخول الاقتصاد في ركود؟ المعادلة بسيطة بالنسبة للبنوك رولا، يعني تعتمد البنوك على الأقراض قصيرة الأجل مقابل أنه تقوم هي بالأقراض طويل الأجل، والفارق ما بين هذين المعدلين يعتبر ربح للبنوك. الآن تم إفساد هذه المعادلة،
هذا المنحنى المقلوب يعني انه عندي عوائد العشر سنوات اقل من عوائد السنتين، وهون راح يكون في عندنا مشكله للبنوك، مشكله تجاريه. عاده يعني في اخر 4 مرات كان هناك انقلاب في هذا المنحنى عوائد السندات، بنشوف عندنا ركود، وتختلف فترات او عمق هذا الركود الاقتصادي. بشكل واضح هذا يعزز احتمالية دخولنا في ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، ركود تقني بنتيجة الانقلاب تحقق أكثر من مرة وبنسبة احتمالية حدوث كبيرة جدا، يعني واثنان من أكبر الفترات الركود في العالم حدثت بنفس المستويات الانقلاب اللي احنا عم نشوفها هلأ بحوالي 100 نقطة أساس أو 1%. أعتقد يعني وهذا متوقع بشكل كبير جدا أنه نحن داخلين بهذا الركود، ولكن لا أعتقد عمق هذا الركود وطول هذا الركود سوف يكون كبير نسبيا، لأنه يعني مرتبط ببيانات إيجابية حتى الآن، ويلحق انفتاحات اقتصادية حدثت في الأسواق شئنا أو أبينا. نعم رائد الخضر كبير الاستراتيجي للأسواق في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.